هو جزء الانكاونتر هو دور معين دي، لما بتيجي تعدي السنسور ده يروح عدد واحد. هو المساله عايز ايه؟ بيقول لك عايز اربع اشخاص يعدوا السنسور ويروحوا الاربعه واقفين هنا، وبعد ما الاربعه يروحوا واقفين هنا الباب يروح فاتح لمده 3 ثواني علشان الناس تعدي. هو ده الدكتور عايزه في المساله، ان هو شخص يعدي كده الكاونتر يعد واحد، شخص تاني يعدي ويقف هنا، شخص تالت يعدي ويقف هنا، شخص رابع يعدي ويقف هنا، بقى عندنا اربعه واقفين قدام الباب. يروح بعد ما الاربعه دول اللي يروحوا واقفين الباب ده يروح فاتح. فدي هنعملها ازاي؟ هنعملها بسيطه جدا. هو يعني ما حدش يبقى منتظر ان يبقى عنده سيكونس ثابت في حل المسائل بتاعت البي ال سي. انت ممكن تستخدم طريقه تانية خالص غير الدكتور استخدمها او الطريقه اللي انا مستخدمها. فالمهم انك توصل للي انت عايزه، ان حل المساله يبقى زي المساله المطلوبه يعني. فممكن الحل بتاعي يبقى مختلف عن الحل بتاع الدكتور، يبقى مختلف عن الحل اللي انت هتطلع بيه جوه الامتحان. وكده كده الدكتور مش هيجيب لك مساله بالظبط هي بتاعت الشيت، فانت هتبقى محتاج تفكر من بدايه خالص. فكل واحد ممكن يطلع حل مختلف، بس المهم ان الهدف بتاع المساله هو يتحقق يعني. فالمساله هنا عندك هتعمل ايه؟ هو انت عندك عايز تعمل كاونتر للناس اللي بتعدي على السنسور ده. فهتاخد السنسور ده بيديك بلصات، هو اللي يديك بلصات علشان يعد لك الناس. فدخلت السنسور على الكاونتر بتاعي اللي هو سي تي ار وسميته سي 1 وخليته يعد 4 بني ادمين. فكده السنسور ده هيعد 1 2 3 4. اول لما يعد 4 هيحصل ايه؟ هخليه، انا عايز اول لما يعد 4 يفتح لمده لثلاث اشخاص 3 ثواني. فالثلاث ثواني دول اللي هم لو كل واحد اللي هو يعني عندك التايمر بتاعك دوت اللي هو التيمون دوت بياخد 10 مللي سكند، فانت ال 30 دول 30 مللي سكند، فاللي هم 3 سكند. اوكي؟ اللي هم الثلاث ثواني. فانت عندك هنا هنعمل ايه؟ هتاخد هيروح بعد ما الاربعه دول يروحوا الكاونتر بتاعك يوصل لاربعه، هتاخد البالس دي بقى تروح قلبه اوب، قلبه كلوز. اول لما تقلب كلوز هتروح داخله على التيمون اللي احنا كنا اشتغلنا بيه السكشن اللي فات. التيمون دوت بيعمل ايه؟ اول لما بيجي له بالس، مش مهم بقى البالس دي صغيره ولا كبيره، حتى لو حاجه صغيره جدا، اول لما بيجي له سيجنال بيروح موصل كهرباء للمده اللي انت طالبها من اللي انت كاتبها له اللي هي ال 30 اللي هي 3 سكند. هيروح دوت مقفول لمده 3 ثواني، هيشغل لي الجيت لمده 3 ثواني. هو كده هيشغل لي الجيت لمده 3 ثواني، بس هي الفكره فين؟ ان انا دلوقتي عايز اعمل ريسيت للكاونتر ده. هعمله ازاي؟ هخلي اول لما يشتغل، اول لما السي 1 يشتغل هو نفسه يعمل ريسيت لنفسه. يروح هو داخل سي 1 ده، يروح داخل عامل ريسيت لنفسه، يروح قالب الكاونتر تاني لصفر. باشمهندس ماشي باشمهندس معاك هو السي تي ار ده ما بيحتاج ريسيت؟ السي تي ار بيحتاج ريسيت؟ متهيألي اللي بيحتاج ريسيت السي تي يو، السي تي ار ما بيحتاجش ريسيت. لو عملتها هترجع من الزيرو تاني لوحدها. السي تي ار لا، السي تي ار ثانية واحدة، كان محتاج ثانية واحدة. احنا عندك طب استنى هقلب لكم هقلب لكم السيجنال، خليها اسمها ايه دي، هقلب لكم الشاشه، خليها الشاشه بتاعت البرنامج، وهنغير نشوف اللي انت كنت طالبه اللي انت بتقول عليه ده. يعني بص هو الاثنين بيحتاجوا ريسيت. ثواني تمام، هي دي عندنا الرسمه عندنا. انت دلوقتي لو عايز تلغي بقى الريسيت
كده تمام. انت عايز، انت بتقول بقى ان هي بعد الاربعه هتروح عامله ريسيت لوحدها. واحنا كده مش شايفين حاجة، البتاع لسه ما ظهرتش. لسه ما ظهرتش؟ ظهر يا باشمهندس. ظهر تمام معاكم؟ ثانية واحدة كده. ظهر ظهر عادي. هو انت ممكن تكون انت بطيء ولا حاجة. ماشي. لو كله ظاهر عنده احنا هنشغل اهو. انا شلت الدايرة بتاعت الريسيت. هنشغل اهو. انت هنا هتعمل ايه؟ طبعا هو الاوبتو سنسور اللي انا هنا هشغله اون واوف اكنه سويتش، انا بشغله بايديا، بس هو في الحقيقه بيبقى بالس سنسور لما الشخص بيعدي. فانا كده ايه، عديت واحد فولس، عديت اثنين فولس، عديت ثلاثة فولس، عديت أربعة. شايف ما عملش ريسيت، يعني الأربعة بعد ما وصلت للأربعة اللي أنا عايزها ما عملش ريسيت. هيفضل ريسيت. دوس كده مره كمان معلش، هيرجع للصفر تاني. كده هيخليك كده عايز بعد الاربعه، بعد الاربعه هيعمل ريسيت. انا كده ما هو انا ايه، ما هو ده المطلوب. ما انا لما بعد الاربعه هيرجع للصفر تاني. ايوه بس انا دلوقتي عايز اول لما الرابع يجي له، اول لما الرابع يجي هو يعمل ريسيت، عشان الخامس بقى اللي هيجي بعديه يبتدي يعد من اول لحظه تاني. فاهم؟ طب ما ممكن يعني نعملها ثلاثه. انت ممكن تعملها ثلاثه، انا فاهم قصدك. بس الثلاثه دي ثانيه، بس انت الثلاثه دلوقتي هتعمل لك مشكله ثانيه. اللي هي ايه؟ الثلاثه هتعمل لك مشكله. بص يعني انت لو عملتها ثلاثه ثانيه هتعمل لك مشكله، ان الدايره بتاعتك هتشتغل عند الثلاثه. فاهم؟ انت عايز اربعه هم اللي يعدوا. يعني لو عملتها ثلاثه اوكي، وده اشتغلنا بيها زي ما احنا عايزين. اوكي كده هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ ان هو لما هاجي اخش عند الثلاثه، انا دلوقتي عايز اربعه يعدوا، او لما اخش عند ثلاثه هيروح مشغل الرابع. لما هيخش الرابع هو اللي هيصفر. فاهم الفكره؟ انا عايز اربعه يقفوا، وبعد الاربعه يبتدي الباب يتفتح. عامه انت ممكن يعني ما تشغلش دماغك قوي بالسي تي ار والسي تي يو. انت ممكن تشتغل بالسي تي يو، اللي هو يعني ما تشغلش دماغك بان هو بيعمل ريسيت امتى. خلي الدايره بتاعت الريسيت، يعني هو الدكتور ما دخلش قوي في الحته بتاعت السي تي يو والسي تي ار والسي تي دي، اللي هو كاونتنج داون والكاونتنج اب والروتيتنج اللي انت بتقول عليه، ان هو بعد الاربعه هيبتدي يروح هيصفر نفسه من بعدها. الدكتور ما حبش يدخلكم قوي في الحته دي. فهو يعني ايه، وفي كذا كاونتر تاني، يعني هم مش الثلاثه دول بس، في كذا واحد تاني. فانت خلي الكاونتر اللي في دماغك على طول، خليك شغال بالسي تي يو مثلا. ثواني، خليك شغال بالسي تي يو واعمل له ريسيت. يعني خليك كده شغال بالسي تي يو واعمل له ريسيت. او لو عايز تشتغل بالسي تي ار وهو هيعمل ريسيت في الخطوه اللي بعدها ماشي. او يعني بس انت برضو يعني هتلاقي نفسك محتاج تظبط نفسك. انت ايه هتعمل الدايره بتاعتك ازاي؟ هتبقى الدايره مختلفه عن اللي انا عاملها كده. يعني انت ممكن تشتغلها بالسي تي ار بان هو يعمل ريسيت لوحده، بس الدايره هتختلف شويه. تمام يا باشمهندس. يعني انا هنا عملتها بريسيت، لو اعتبرتها بقى اللي هي فاهم كده، حطيت مثلا الدايره بتاعت الريسيت بتاعتي كده، حطيتها اللي هو السي 1 وهيعمل ريسيت لسي 1. فانا هو الدكتور نفسه كمان لما نزل الحل بتاعه راح عمل ريسيت للسي تي ار نفسه. انا قلت ما يعني ما نخشش في قصص الدخله بتاعت السي تي يو بتعمل ايه بالظبط والسي تي ار بتعمل ايه. خليك في دماغك ان الكاونتر بيعد مثلا فوق بس، وبيفتح سيجنال اول لما توصل للرقم اللي انت عايزه. فاحنا بالشكل دوت هتيجي تفتح واحد عند اثنين، هتيجي عند ثلاثه هيروح فاتح،
ويروح عامل ريسيت لنفسه على طول اول لما يوصل 3. احنا لو عايزينهم 4 هنخليهم كده 4 فهيروح شغال. هيروح شغال ان هو كده لما هتوصل للأربعة اللي انا عايزه هي كده 3 ما الدايرة مش شغالة خالص. الدايرة عندك كده مش شغالة. اول لما هتروح عامل الأربعة هيروح دي شغالة تعمل ريسيت يبقى صفر ويروح عامل الجيت تشتغل لمدة 3 ثواني. هو ده اللي احنا طالبينه في النصر. هتبقى ريسيت صفر الجيت تشتغل لمدة 3 ثواني بعد كده السنسور هيبقى عندك ثاني رجعت للنقطة الأولانية خالص. هو يعني هقول لكم طيب السي تي يو. السي تي يو زي ما انت بتقول بيقعد يعد لفوق بيفتح الأربعة. لو انت مش عامل دايرة ريسيت هيفضل مفتوح يعني هو طول ما هيعد هيفضل يعد 5 6 وهيفضل مفتوح للآخر. زي انت بتقول السي تي ار بعد الأربعة اللي انت طالبها دي بيروح الخطوة اللي بعدها عامل هو ريسيت لوحده. فانت لو عايز تشتغل بالسي تي ار هتبقى محتاج تغير شويه السيكونس بتاعك. ممكن ما يبقاش تغيير كبير يعني تغيير بسيط. تمام تمام يا باشمهندس. نرجع تاني للبي دي اف. تمام. في حاجه تانية في البي ال سي اللي هي اللي اسمها الداتا ترانسفير. هو انك تدخل قيمه على بت موجوده جوه البي ال سي نفسها. فالداتا ترانسفير دي ممكن تعملها ازاي؟ ممكن تعملها بفانكشن اسمها موف. بتنقل الرقم اللي انت عايزه ده تنقله جوه البت ودي وتستخدمها بعد كده في حسابات بعد كده او تعمل يعني تستخدمها في وقت تاني. تمام. فانت ممكن تعملها تعمل داتا ترانسفير بالموف وممكن تعمل داتا ترانسفير بالاوبريشنز. انك ايه مثلا دي مالتيبليكيشن في ممكن تعملها سبتراكشن وفي اد وفي ديفيجن وفي كل حاجه. دي بتبقى ايه؟ هو هنا بيبقى مالتيبليكيشن بيبقى عندك مثلا البت ديت رقم 2 هتضربها في البت رقم 0 وهيروح بقى اللي هيحصل موف او هيروح متسجل القيمه بتاعه دوت في دوت اللي هو 2 في 0 هيتسجل في 3. فانت كده سجلت في 3 قيمه 2 في 0. دي هنحتاجها في الابلكيشن بتاع البروبورشنال اللي هو مثلا السؤال رقم 3 البروبورشنال كنترول سيستم اللي الدكتور عايز يعمله اللي هو ده انت عندك هنا عايز تعمل بروبورشنال كنترولر عند ان انت تحافظ على ان الهيتر درجه حرارته 1000. تمام. فدي هتعملها ازاي؟ انت البروبورشنال كنترولر بيبقى عامل ازاي اصلا؟ يبقى عندك هنا الريفرنس اللي انت المفروض عايزه اللي هو 1000 اللي هو المفروض 1000. ثانيه هي الصوره تقريبا قفلت ما فيش حاجه صوت حضرتك بس الصوره قافله اهو تقريبا ما اعرفش عندنا بس ولا عند الكل. لا عند الكل. ثواني كده معلش هعمل ستوب شيرنج وارجع تاني. كده حاجه جت ولا لسه؟ كده تمام. كده تمام؟ تمام. ماشي هرجع تاني للجزء اللي انا كنت بتكلم فيه عشان ده اللي هو الجزء اللي كنت بتكلم فيه اللي هو الداتا ترانسفير اللي هو انك بتبقى عايز تنقل داتا مثلا تنقل رقم او تحط فاليو ايا كان بقى عامل ازاي الفاليو ده جوه بيت معين. فبتعمل موف الفاليو دي جوه البيت دي
تمام. وممكن تعمل برضو انك تسجل مثلا عايز تسجل في دي الثلاثة بس تسجلها بطريقة غير مباشرة، تعملها بأوبريشن، تقول مثلا ان البيت بتاعت 2 هتضرب في البيت بتاعت 0 وتروح نسجلها في البيت بتاعت 3. فانت كده ممكن تعمل بقى كذا حاجة، ممكن تعمل اد وسبتراكت وموديفيكيشن اللي انا كنت بتكلم دي هتساعدنا زي ما كنت بقول في المسألة بتاعت الكنترولر البروبورشنال كنترولر، وهي ان انت عندك هنا عايز تحافظ على الفاليو اللي هي 1000 اللي هي الهيتر. هتعملها ازاي؟ هتعملها الكنترول الكلوز لوب كنترول سيستم اللي انت بتاخده في ثالثه، اللي هو ان انت عندك ريفرنس هنا. الريفرنس دوت بيطرح منه، يعني ده بيبقى بلس وبيطرح منه الفاليو بتاعه السنسور وبيطلع لك حاجه اسمها الايرور. الايرور ده بتروح داخل ضربه في البروبورشنال جين وبعد كده تروح مدخله على السيستم. السيستم بتاعك بقى هيكون مثلا هيتر هتسخن ازيد، هنا هيتر هتسخن ازيد او هتقلل الحراره. هيكون مثلا لو انت في عربيه مثلا انت دايس على بنزين مثلا دوس بنزين معينه هتبقى عايز تزود سرعه مثلا، لو هنا الايرور مثلا بوزيتيف ان انت لسه عايز تزود سرعه فهتروح مزود دوسه البنزين اكتر. فالسيستم بتاعك هيكون الزياده او النقصان اللي هتعمله في الكنترول بتاعك، هتزود بنزين هتقلل الحراره هنا مثلا، هتقلل الشعله عشان تحافظ على الحراره ما تزيدش وهكذا. فانت هتعملها ازاي بقى في الاخر؟ احنا هنعملها ازاي في السيستم عندنا؟ هنعملها ان احنا عايزين الفاليو بتاعه الالف دي نطرحها من الفاليو بتاعه السنسور اللي السنسور هياخدها، اللي هي درجه الحراره بتاعه السنسور اللي هي الاول، والفاليو دي نضربها في الكي. بعد كده نروح مزودينها بقى على السيستم بتاعنا هو ياخد الاكشن بتاعه بقى. تمام. فهنروح دلوقتي هنعملها ازاي. هنعمل هو دلوقتي ده يعتبر الجين بتاعنا التو، ده الجين الكي. اوكي، انا كده اعتبرت ان الكي هنا الاثنين. تمام، وسجلت الكي في بت اسمها زيرو، وبعد كده سجلت الريفرنس بتاع الالف سجلته في بت اسمها واحد. فايه اللي انا كنت هعمله؟ اللي انا كنت هعمله ان انا هاخد الريفرنس الالف ده اطرحه من السنسور بتاعي اللي هو اللي بيقرا. السنسور بتاعي هو واخد البيت بتاعت الرقم دوت. هو طبعا الدكتور هنا مش محدد اي حاجه في المساله، هو بس محدد لك تعمل بروبورشنال كنترولر، فانت هتشتغل يعني هتاسيوم حاجات كتير يعني وانت ماشي. فانت عملت اسامبشن ان انت عندك سنسور بيقرا هيت، بيقرا هيت وبتسجله في الفاليو بتاعت الرقمها دي، يعني البيت الرقمها دي. وبعد كده الطرح ده ان انت هتعمل السبتراكت بتاع دي واحد اللي هو الالف ناقص السنسور، هيطلع لك الايرور. الايرور ده هتسجله في دي 2 اللي احنا قلنا الايرور ده عايزين نضربه في البروبورشنال جين. فالايرور ده اللي هو 2 هضربه في البروبورشنال جين اللي هو الكي، هيطلع لي الدي 3. دلوقتي الدي 3 ده كده اللي هو اللي خارج من هنا الحته دي كده، ده انا عايز ادخله على السيستم. السيستم بقى بتاعك ممكن يبقى اي حاجه، يعني ممكن يبقى ده انت عايز تعمل له اد، عايز تعمل اد اللي هو دوت على السيستم بتاعك. السيستم بتاعك ده ممكن يبقى اي حاجه، دوسه بنزين، تسخين زياده. فده برضو الدكتور مش مدي عنه اي حاجه، بس هو الدكتور مثلا راح فرض ان هو هيحط اي رقم يعتبر بيه السيستم بتاعه. ان هو مثلا لو هو مثلا ال 2000 دي مقابله لدوسه بنزين مثلا، فانت لو انت ماشي على 80 ودوسه البنزين بتاعتك دوسه معينه وفجاه لقيت نفسك طلعت على مطلع، فلما تيجي تطلع على مطلع هيطلع لك ريزيستنس اكتر فالسرعه تقل، بس انت لسه دايس دوسه بنزين اللي هي ال 2000. فلما السرعه تقل يحصل ايه؟ الايرور الكنترولر هيعمل ايه؟ هياخد الايرور يضربه في الجين، هياخد الايرور دوت يضربه في الجين ويطلع لك
الديزي الدي 3، هو بقى الدي 3 ده هو اللي هيزوده على دوسه البنزين اللي هي عندك، فيروح مزود دوسه البنزين كمان ويروح مطلعها نسجلها في الاوتبوت بتاعه اللي هياخده للسيستم بقى. بس هو ده كده شكل الكنترولر اللي هو الدكتور عايز يعمله بالبروبورشنال. فاحنا هنا ممكن مثلا اوريكم الموضوع برضو ازاي على البرنامج تاني بيبقى عامل ازاي. ثانية واحدة، كده البرنامج بيظهر عند الناس كويس. شلونسين البرنامج ظهر عند الناس ولا لسه الصوره ما جاتش؟ لسه يا باشمهندس، لسه البي دي اف دي موجود. تمام، اول لما تظهر قولوا لي. تمام ظهرت، ماشي تمام. احنا هنشغل السيستم ده. تمام، دلوقتي هتيجي تشغل السيستم بالشكل ده كده. فانت مثلا لو انت عندك السنسور بتاعك اري 2000 او اري قصدي 1000 اللي هي الفاليو اللي انت عايزها اصلا، هيحصل ايه؟ يعني انت الاوت سنسور بتاعك، انت السنسور بتاعك اللي داخل اري 1000 هيبقى الشكل عامل ازاي؟ الشكل هيبقى عامل ان انت واخد الريفرنس بتاعك طرحته من من الاوتبوت سنسور ال1000 بتاعك، فهيروح مطلع لك ايرور بزيرو. فالايرور بزيرو ده هتضربه في الجين اللي هو بزيرو، هيبقى بزيرو. لما تيجي تدخله على السيستم هتلاقي ان انت مثلا لو انت ماشي على 80 وعايز تحافظ على سرعه ال 80 هتعمل ايه؟ واللي مثلا دوست البنزين بتاعتك اللي هي ال 2000 مثلا ديت عايز تحافظ عليها هتعمل ايه؟ هتفضل دايس عليها، الموضوع مش هيختلف اي حاجه. فانت الاوتبوت بتاعك هيكون هو هو نفس اللي انت كنت محافظ عليه. افرض حصل اي حاجه وجيت هنا مثلا السرعه بقت 800، هيحصل ايه؟ هيروح عندك هنا الريفرنس هيطرح من السنسور بتاع السرعه مثلا او سنسور الهيت. يعني هنا عندك سنسور هيت، المساله بتاعتنا سنسور الهيت التمبرتشر بتاع الهيتر الكونتينر بتاع الهيتر. فانت عندك هنا مثلا درجه الحراره بقت 800، فدرجه حراره ال 800 لا هيبقى في ايرور عن الريفرنس 200. ايرور عن الريفرنس 200 دوت هيروح مضروب في الجين بتاعك، الايرور هيتضرب في الجين وهيروح مطلع لك اللي هو الايرور المضروب في الجين بتاعك اللي هو اللي المفروض يخش على السيستم. هتروح مدخل ال 2000 ده، هتروح مزود عليها اللي هو المفروض ده هيتخش على السيستم بتاعك بقى، هيروح طالع 2400. فانت عندك هنا ايه؟ في زياده 400. فمثلا هنا عندك هيتر، هتروح مزود الهيتنج بفاليو مثلا 400 مثلا. يعني هو الرقم ده ما حدش يركز معاه قوي، هو ده رقم افتراضي على السيستم بتاعك. تمام، افرض انت رحت مزود، فايه اللي بيحصل لما انت بتزود؟ كل ما انت بتزود السنسور عمال يتغير، بيقرا 900 فهتلاقي الفاليو قلت، بيقرا 1000 هيروح قاري 999 مثلا، فيروح عامل كده. طبعا انت لو انت بتسخن بيبقى في حاجه اسمها الانيرشيا بتاعه
التسخين، فهيروح حاصل ايه؟ هيروح حاصل يعني لو انت عندك مثلا اللي هو السكند اوردر سيستم، هيروح عندك ممكن يروح طالع فوق شويه، هتلاقي ان السيستم بتاعك ابتدى يقرا الايرور بالنيجاتيف، فيبتدي يروح نقلل الهيتنج تاني لحد لما بعد تايم معين يحصل ستيدي ستيت عند ال1000، بيبقى بالملي سكندز تقريبا، يحصل ستيدي ستيت عند الفاليو اللي انت عايزها، وتوصل ان انت تحافظ على الهيتنج بتاعك بطريقه معينه عند ال1000. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ يا باشمهندسين، حد عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام، ولا ننقل على اللي بعديه، ولا حد عنده مشكله؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام ماشي، ننقل على اللي بعديه. ثواني نعمل شير سكرين على ال بي دي اف على الباوربوينت. كده البي الباور بوينت ظهر عندكم؟ اه تمام ماشي. تمام، مساله رقم 6 اخر حاجه عندك بقى في الشيت ده. ثواني، مساله رقم 6 الدكتور هنا عايز ايه بقى؟ طالب في المساله ان انت تعمل ترافيك سيستم. هو كان قال ان انت عندك دلوقتي في الدول بره يبقى الدرجه الاشاره مثلا بتبقى خضراء والعربيات ماشيه، واشاره المشاه بتبقى حمراء، فانت بتبقى عايز تعدي، فبتعمل ايه؟ بتروح دايس على زرار، دوسه واحده كده، المفروض الزرار ده بعديها بياخد تايم معين، وبعد كده يروح قالب لك ان انت تبقى جرين، ان اللي ماشي يبقى جرين، فتبتدي انت تمشي. بس هو هنا مش عامل الموضوع ده، عامل انت اول لما تدوس هتروح ايه؟ هتروح معدي على طول، دي فتره الكروس بتاعتك. يعني كل دي كده فتره الكروس بتاعتك. فتره الكروس متقسمه حاجتين، ان انت اول لما تدوس هتروح الاشاره قلبه خضراء، وبعد ما الاشاره تقلب خضراء هتقعد طبعا مش هتقلب لك حمراء على طول، تروح ناس جاريه في وشك على طول، لازم تديك تحذير، فبتقلب لك اصفر ببالس ويتس، ببالس ببالس كده هتعملها بالس ويتس موديليشن، وبعد كده تروح قلبه احمر تاني في ان العربيات تعدي وان المشاه يبقى. فدي هتعملها ازاي؟ تمام، احنا اول حاجه هنفكر فيها ان احنا عايزين اول لما تدوس على زرار، يعني انا فكرت فيها بالطريقه دي، وزي ما قلت ممكن انا اكون حليتها بطريقه وواحد فيكم يحلها بطريقه تاني، يعني المسائل دي ما لهاش ستاندرد في الحل يعني. فهنا فكرت فيها ازاي، ان اول لما ادوس هشغل تايمر معين، التايمر ده اللي هو التيمون بتاعي، ان انا اول لما ادوس هيروح حاسب لي تايم معين دوت، يروح مشغل لي الجرين لايت، فانا كده حليت مشكله الجرين لايت دي، ما فيهاش مشكله، دي ابسط حاجه. حاجه تانية دلوقتي انا عايز اخش على اليلو لايت، فدي عملتها ازاي بقى؟ ده الشكل بتاعي، هنا عملت الستوب ساين، ده البالس اللي انا هديه بتاع الستوب، هيروح مشغل لي التيمون بتاع التي 4 ده اللي هو بتاع الجرين، اللي هو هنا هيشغل الجرين. تمام، فكده الجرين يشتغل الفترة اللي هو هيشتغل فيها، اللي انت هتعدي فيها. تمام، انا دلوقتي عملت ايه بقى؟ علشان انا دلوقتي عايز الغي، انا دلوقتي عشان انا عملت ايه؟ عندي جرين، فانا لما اشغل الجرين عايز الغي الريد، فعملتها ازاي ان انا الغي الريد؟ لغيتها بان انا قلت ايه؟ هاخد تي مون تاني، تايمر زيرو تايمر تاني يكون واخد تايم كروس كله، واخد تايم كروس كله ده. اوكي،
طول ما هو شغال يعني طول ما التايمر بتاع كروس ده شغال قلب لي الريد يعني هو ده على طول نورمال كلوز فعلى طول قلب لي الريد ان هي تبقى مش شغاله لو التايمر ده شغال بتاع ده انا مسميه التايمر بتاع كروس يعني ده لو هتسميه ممكن تسميه كروس تايمر واللي فوق جرين تايمر اوكي فانا اشتغلت ان انا كروس تايمر دوت هو على طول نورمال كلوز الا لما بروح دايس عليه بيشتغل كروس بيروح محول لي الريد دوت لان هو يبقى كلوز بان هو يبقى مقفول يعني ان هو مش واصل له كهرباء تمام فانا كده حليت نقطه الريد ونقطه الجرين الجزء بقى بتاع اليلو بسيط جدا هو انت المفروض تشتغله بالبولس ويدث موديليشن دي طبعا الدايره دي كلها يعني من اول هنا لحد هنا الدايره دي كلها هي تيبيكال الدايره بتاعه البولس ويدث موديليشن يعني لو جينا رجعنا في انا ما حطهاش في السلايد دي بس لو جينا رجعنا للسلايدز او الدايره بتاعه البولس ويدث موديليشن هو ده الشكل بتاعها بس الاختلاف الوحيد ايه ان انت البولس ويدث موديليشن بيبتدي معاك بنيجاتيف يعني انت لو انت خلصت هنا لو هنا هتبتدي من اول هنا هيعمل لك ايه يبتدي معاك ان مفيش سيجنال فكده يروح طالع فكده يروح مكمل يبتدي معاك البولس ويدث موديليشن لو الناس فاكره البولس ويدث موديليشن كانت عامله ازاي كانت البدايه بتاعتك بزيرو بعد كده تبقى 1 بعد كده 0 بعد كده 1 بعد كده 0 هنا عايز العكس هنا عايز ان البدايه تبقى ب 1 بعد كده 0 بعد كده 1 بعد كده 0 فدي انا عملتها ازاي بقى كل اللي انا عملته ان طبعا انت في البولس ويدث موديليشن العادي بتعملها تي اون انا غيرتها خليتها لتي مون ده هتختلف معاك ازاي بقى ثواني ماشي هتبقى لو انت عندك هنا طيب نعملها واحده واحده معلش نعملها واحده هيحصل ايه انت هنا اول لما التيمون بتاع بتاع الجرين اللي هو نورمالي كلوزد هنا يعني عملتها ايه عملت تيمون تايم بتاع الجرين هو نورمالي اوبن نورمالي كلوزد اول لما هيروح التيمون دوت يفصل يعني هنا اشتغلت معلش ثانيه واحده هنا انا اشتغلت الجرين اهو فالجرين كده هيوصل سيجنال صح وهو بيوصل سيجنال هيوصل سيجنال للنورمال كلوز فهيبقى ايه هيبقى نورمالي هيبقى اوبن فالحته دي مش هتبقى شغاله يعني طول ما الجرين شغال الحته دي مش هتبقى شغاله عشان ده نورمال كلوز فهنا هيبقى جرين شغال عشان ده نورمالي اوبن وهنا هيبقى جرين مش شغال عشان هو نورمال كلوز اول لما جرين يروح نازل هنا هيحصل ايه بقى اول لما جرين يروح نازل هنا هيحصل ايه ده هيروح فاتح تاني ده هيروح فاتح يبقى نورمال كلوزد بتاعه هيروح موصل لي الريلي هيروح موصل الريلي الريلي دوت هيروح داخل على التيمون بتاعي هيروح مديني سيجنال اللي انا عايزها اللي هي السيجنال 10 لمده ثانيه بالتيمون ثانيه واحده معلش هيديني سيجنال لمده ثانيه بالتيمون اللي هو تي 2 هاخده هنا يروح هو مشغل لي اليلو فانا كده اليلو يشتغل لمده ثانيه الناس معايا لحد النقطه دي الحته بتاعت ان اليلو يشتغل لمده ثانيه باشمهندسين تمام مع حضرتك يا باشمهندس ماشي كده اليلو اشتغل لمده ثانيه عمل الشكل اللي قدامي ده كده ماشي اول لما اليلو يشتغل لمده ثانيه في نفس الوقت ان انا خدت ال ان دي اتنين اشتغلت راحت داخله على التايمر التيمون تايمر تاني بس دوت تايمر هيبقى شغال لمده ثانيتين شغال لمده ثانيتين هيعمل ايه بقى عشان الحته دي هي الحته اللي هتوريك ازاي اليلو بيعمل بالس ويدث موديليشن
هيعمل ايه؟ اول لما التي 2 دوت يروح موصل سيجنال للتي 1 هيعمل ايه؟ هيروح فاصل ده، هيخلي دوت اوبن، فكده مش هيوصل، مش هيوصل كهربا للتايمر ده، بس هو تي 1 مش بيفرق معاه الويتس بتاع الكهرباء، هو شغال لمده ثانيه معينه بيفصل اول ما بتوصل له كهرباء بيشتغل لثانيه، الكهرباء كملت او ما كملتش هو شغال لثانيه بعد كده بيروح فاصل. انا بقى بعمل ايه؟ التي 1 الثاني ده بيعمل ايه؟ التي 1 الثاني ده بيعد 20 ثانيه، هيروح عادد 20 ثانيه، قصدي 20 جزء من الثانيه اللي هو ثانيتين اللي هو هتبقى الفتره دي، واول لما اول لما يخلصها هيحصل ايه؟ اول لما يخلص الثانيتين هيحصل ايه؟ ده هيرجع نورمالي اوبن، ده هيرجع نورمالي كلوز، ثواني كده، ده هيرجع نورمالي كلوز تاني. فلما هيرجع نورمالي كلوز ده يحصل ايه؟ هيروح موصل كهربا للتيمون يروح شغال ثانيه، ثواني كده، هيروح هنا عامل ايه؟ يعني احنا هنا قلنا ان هو اشتغل لمده ثانيه، والتيمون بتاعك اللي هو الثاني بيروح شغال لمده 20 ثانيه، بعد ال 20 ثانيه هيعمل ايه؟ هيروح موصل للتيمون فالس ثانيه، تروح مشغله لمده الثانيه بتاعته، وهو دوت بيفضل شغال لمده 20 ثانيه ثاني، وهكذا هيعمل بالس ثانيه هنا. فاهمين اشتغلت ازاي ولا ايه؟ تمام؟ تمام. عادي لو حد مش فاهم انا ممكن يعني نرجع، يعني حد واخد باله احنا ليه اصلا غيرنا التي 1 يعني انت عندك الفولس بس موديليشن تي اون، بس هو احنا عملناه بالتي 1 عشان بس نبتدي بالبالس الواحد مش الزيرو. التي اون بيخليك تبتدي بان انت مفيش بالس تروح طالع كده، وده اللي مش موجود عندنا هنا، تمام؟ وبس. فاحنا ليه هنا بقى؟ فاحنا بقى ايه؟ طبعا هيفضل ده شغال، هيفضل شغال لحد ايه؟ لحد ما مش هيقف، ما فيش حاجه موقفه السيركت دي. فايه اللي هتوقفها؟ ايه اللي انا عملته هنا موقفها؟ عملته موقفها ان انا رحت عامل سويتش الريد، الريد لما يجي بقى هو اللي هيروح فاصل الدايره بتاعت اليلو دي كلها. فالريد هيجي امتى؟ الريد هيجي اول لما الدايره بتاعت الكروس تخلص، الدايره بتاعت الكروس تخلص، ولما الدايره بتاعت الكروس تخلص ده هيبقى نورمال كلوز تاني، هيرجع زي ما كان، فده هيبقى ريد، ده هيبقى شغال، ده هيروح فاصل، هيروح فاصل لي كل الدايره بتاعت اليلو. احنا ممكن نروح على البرنامج ونشتغل ونوريكم ازاي اشتغلت بالظبط، هتبقى واضحه اكتر يعني، تمام؟ الناس البرنامج فتح عندها؟ الشاشة بتاعت البرنامج فتحت ولا لسه؟ فتحت يا باشمهندس. تمام ماشي. اوكي. ماشي. واحدة واحدة كده بقى نشوف البتاع دي اشتغل ازاي. اوكي. دي كده زي ما قلنا ده التايمر بتاع التي 4 ده التايمر بتاع الجرين، والتي 5 ده التايمر بتاع الكروس. فاحنا هنا انا عملت الكروس عامل ازاي؟ انا عملت الجرين هيبقى 10 ثواني والكروس هيبقى 15 ثانيه، يعني اليلو هيفضل شغال لمده 5 ثواني، تمام؟
فايه اللي هيحصل؟ انا اول لما ادوس على ستوب التايمر ده هيبتدي يعد 10، هيبتدي شغال لمده 10 ثواني. ال 10 ثواني دول هيبقى عندي مديني سيجنال للجرين لمده 10 ثواني، تمام؟ فاول لما يديني الجري، يعني اول لما، طبعا ده اول لما التايمرين دول يشتغلوا راحوا فاصلين الريد، فالريد كده فاصل على طول، راح فاصل في ساعتها يعني. وبعد كده اول لما التي 4 ده يروح مش مطلع سيجنال، يعني هو دلوقتي المفروض التي 4 ده مطلع سيجنال، تمام؟ يعني المفروض ده كده نورمالي كلوز، بس مش هيكمل للريلي علشان الريد فاصل. امتى يكمل للريلي؟ لما تي 4 يكون شغال، اللي هو يكون مش خلصان، ويكون الريد نورمالي كلوزد برضه. فدي هنعملها، فدي لما الاثنين دول يكون نورمالي كلوز يروح مشغل الريلي، يبتدي دايره اليلو تحصل واحده واحده كده. هنروح دايسين على الستوب، هيبتدي ده يعد ال 10 ثواني بتوعه. ال 10 ثواني دول الجرين شغال والريد خلاص، الريد بقى رجع نورمالي كلوز. اول لما التي 4 فصل، حصل ايه؟ اول لما التي 4 فصل راح موصل، لا التي 4 فصل يعني الجرين خلص. اول لما الجرين خلص عايز يوصل لليلو، يبتدي يعمل pulse width modulation. فالاثنين دول هيبقى ده نورمالي كلوز وده نورمالي كلوز، يبتدي يشغل pulse width modulation، يشغلها تاني. اهو ده كده ال 10 ثواني الجرين اشتغل، اليلو لسه مش شغال علشان لازم الجرين دوت يقلب نورمالي كلوز عشان يشغل لي الريلي. اول لما الريلي اشتغل ابتدى يعمل ايه؟ اليلو يبتدي ثانيه، تمام. احنا ممكن نكبر اليلو اكتر علشان نكبر المسافه اكتر بتاعه اليلو عشان نشوف هتبقى عامله ازاي اكتر. ممكن نخليها مثلا ب 300. اوكي، فانا كده عملت ايه؟ انا كده عملت المسافه بتاعت الكروس كلها 10 ثواني، منه قصدي المسافه بتاعت الكروس كلها 30 ثانيه، 30 ثانيه. ال 30 ثانيه دول منهم 10 ثواني اخضر و20 ثانيه يلو. انا عملت ال 20 ثانيه يلو عشان نشوف اليلو بس بيشتغل ازاي. فهنا اول لما ادوس توب هيحصل ايه؟ ال 10 ثواني جرين. استنى بس، اول لما التي 0 ده ما يطلعش سيجنال هيقلب نورمالي كلوز. ده قلب نورمالي كلوز مع الريد، راح عمل ايه بقى؟ هتلاقي ال دوت ده المفروض ان هو نورمالي كلوز، بس هو هنا مش موصل سيجنال. ليه؟ علشان هو بيوصل بلسات، يعني هو دوت هيعتبر بيوصل بلسات، يعني ده هيعتبر شغال اللي هو التي تي 1 ده يعتبر شغال طول الوقت، يعني هتلاقي ان هو شغال طول الوقت، بس بيعمل ايه؟ كل 20 ثانيه بيروح قالب دوت لمده جزء من الثانيه انت مش حاسس بيه، يقلبه يعمل له بلس. اول لما البلس دي تحصل ده يروح شغال، هتلاقي ان كل 20 ثانيه ده بيبتدي يلف لفه ثانيه 10 ثواني. شوفها ثاني، ثانيه اهو. لما تيجي تبص هنا هتلاقي اول لما ده التيمون، دايره التيمون عملناها ان انت اول لما جرين يفصل هتلاقي اليلو فتح على طول، ما استناش في جزء معين. فبص اول لما ال 20 ثانيه بتخلص بيبتدي عد ال 10 ثواني الثانيه هنا. اول لما الثانيتين قصدي بيخلصوا بيبتدي عد الثانيه هنا. هنا الثانيتين بيخلصوا بيبتدي عد الثانيه هنا. ليه؟ عشان ده هو بيبقى هو المفروض كده ما بيوصل، ما فيش كهرباء، يعني ده ما فيهوش كهرباء على يعني بنسبه 99% من الوقت ده ما فيهوش كهرباء. بيوصل له كهرباء ليه؟ امتى؟ اول لما التيمون دوت بيروح خلصان، يعني بيروح المفروض ان هو بيدي كهرباء عشان يقلبه من النورمالي كلوز دي يخليه اوبن، يخليه اوبن. فهو على طول مخليه اوبن. انت لو شفت هنا هو على طول مخليه اوبن. نرجع ثاني،
هو في الاول نورمال كلوز، بس طبعا عشان الريلي مش وصل له حاجه فدي مش شغال. هو كده المفروض نورمال كلوز. اول لما ده يشتغل هو قلبه على طول بقى نورمال اوبن. بقى بيشتغل امتى؟ طبعا انت مش هتحس بيه وهو بيشتغل. هو بيشتغل بفلسات فلس. اول لما العشرين اول لما السنتين يخلصوا تيجي فلس هنا تروح مشغله دوت. يعني ده بيشتغل امتى؟ لما ده بيشتغل. انت مش بس حاسه، مش بتشوفه هو شغال، مش بتشوفه هو بيقلب، بس ده بيروح قالب يخلي دوت يبتدي يعد 10 ثواني تاني. تمام؟ حد عنده سؤال في السؤال ده؟ في السؤال ده ده اخر حاجه في السكشن يعني. مش منسين. تمام يا شمس. تمام. الناس جمعت الدايره بتاعت الترافيك عادي. انا يعني هو كده السكشن المفروض خلص. اي حد عنده اي سؤال بقى لوحده وعايز يكمل اسئله انا قاعد يعني. يعني انا مش هقفل غير لما مش هقفل الميتنج غير لما كله يمشي. اتفضلوا اللي عنده سؤال انا قاعد معاكم. اللي عايز يتفضل خلاص، ما مش هقول حاجه جديده يعني. اي حد هيبقى بيسال في الحاجات القديمه. ايوه معلش، انا كنت عايزه اسال على حاجه في الميد ترم. هي المساله الاخيره انا كنت اخترت جي تايب، بس يعني انا مش عارفه هو يعني ارقام طلعت لي قريبه، بس انا لما خرجت الناس كلها مختاره الكي تايب. تمام. هو بص اقول لك حاجه. هو الدكتور لما جه يعني اشتغل، هو انت مفروض اصلا ال 600 موجوده جوه الجي تايب بالظبط. تمام. هو الدكتور لما جه اشتغل في المساله دي في الشيت كان حاطط الرينج مش 600، كان حاططها 700. 700 بالظبط. 700 يعني برضه 700 على فكره لو جيت بصيت هتلاقي 700 برضه جوه الجي، بس في اخر خالص يعني. بس هو قال هتبقى على الحروف ركن ممكن يتحرق وكده، فعشان كده ما اخترناهاش، بس انا لقيتها في هو قال كده. هو قال كده. هو المفروض ان الاثنين شغالين يعني. المفروض يعني انت عندك لو اخترتي الجي فالجي ده سيف اكتر يعني عن ال 700، يعني 600 سيف اكتر عن ال 700. تمام. يعني هو تمام. فهو يعني دي عادي يعني. هو انت ممكن تشتغلي بالجي، ممكن حد تاني يقول لك لا انا مش عايز اخد مثلا ريسك معين، فلا هشتغل بالكي. هو الاثنين شغالين. تمام. يعني الاثنين المفروض يبقوا صح. المفروض الاثنين يبقوا صح. هي النمبر مع ان مثلا يعني هو بصي مع ان الاحسن انك تختاري يعني الافضل في الحاله دي، طالما ان الجي بقى داخل فيها شويه يعني بقى سيف اكتر، الافضل في الحاله دي انك تشتغلي بالجي يعني. تمام. هو انا يعني الان طلعت لي زيهم ب 18، بس الحته بتاعت الامبليفاير الرقم مختلف شويه يعني. انا طلع لي ب 180، هو كانوا 200 وشويه، 230 حاجه كده. انا عشان بس ما حلتش المساله بالجي والكي. الكي طلعت ب 18 ماشي، وطلعت البيتس طلعت ب 18. الفرق كان بس في الحته بتاعت الامبليفاير، الجزء الثاني من السؤال هو اللي كان مختلف يعني بالنسبه لي عنه. ايه؟ فرق قد ايه طيب؟ انا كان طالع لي ب 180 تقريبا، وهم ب 200 وشويه، 220 230 حاجه كده. 230. تمام. هو منطقي ان الامبليفاير يكون في الجي تايب اقل. ده منطقي علشان الجي تايب هيبقى السنسور، هيبقى السنسيفيتي بتاعتك هتكون اعلى، فانت مش محتاج امبليفاير قوي. تمام. بالنسبه للكي هو منطقي ان الامبليفاير في الجي يكون اقل عادي. طب تمام. بالفاليو دي يعني بالفاليو دي ايوه يعني انت عندك الان مش هتفرق قوي يعني. الان رقمها مش هتفرق قوي عشان الان لازم هتاخد لها لوج، فالرقم هيبقى اصغر. تمام. تمام.
تمام. يعني لان هتجيبها ان انت بتاخدي لوج، فاللوج بيقلل الفرق قوي ما بين، يعني مش هيحس قوي بالسلسله. بالظبط، هو انا طلع لي ب 17 ونص وهم 17 و8 في الاخر، قربناه كلنا ل 18 فما فرقتش. في الاخر الاثنين قربوا 18. هو يعني دي هي دي، هو الدكتور مديها ان انت عامل ديزاين، فانت الديزاين بتاعك واخده سنسيتيفيتي اعلى علشان هو سيف اكتر، هو المفروض الاثنين يتحسبوا صح يعني. تمام، شكرا يا باشمهندس. طيب بالنسبه للسؤال الاولاني، هو برضو هيعملها على انها تبقى البلس بس، ولا هياخد الثلاث حاجات اللي هو احنا لما نعوض عن التي سامبلينج تايم ب 0.1؟ معلش تاني كده، حضرتك كنت قلت لنا ما تعوضوش عن السامبلينج تايم ب 0.1، فاحنا كان في ناس عملتها وعوضت عن السامبلينج تايم ب 0.1 خلاص، ف ده كده لما انا لما جيت لا قولي كملي معلش. فحضرتك قلت لنا الدكتور قال ما تحطوش السامبلينج تايم او حطوها زي ما هي. بالظبط، فده بتحل الثلاث طرق، في اللي هي البلس، وفي اللي هي تتحل بالزيت ترانسفورميشن وبالجداول. تمام، فكده اقول لك حاجه انا دي، يعني هو الدكتور اصلا يعني هو كان حاط، هو يعني في تناقض، يعني في حصل تناقض شويه في المساله، ان الدكتور في الطبيعي كان بيقول لكم لما اجيب لكم مساله باي ديفولت خدوا التي ب 0.1. بالظبط، احنا اصلا كنا سالناه في النقطه دي، هو قال لنا المفروض بتاخدوها ب 0.1 وكذا مره، يعني يعيد على الحته دي. في الكويز كمان كان مديكم مساله برضو، انا اللي انا فاكره كان مديكم مساله في الكويز اللي كان معموله على ال ام اس، وما كانش مديكم التايم السامبلينج تايم، وقال لكم وكان مديكم الاجابات في الاخر ما مش فانكشن في التي، كانت مديكم اجابات واي او اكس اوف تي عادي، فالارقام عادي، ولما سالناه اتعوض عنها عادي. بالظبط، يعني الموضوع ده انا رحت له قلت له الموقف ده، قلت له بالظبط، قلت له اللي حصل، يعني قلت له ان الطلبه، يعني انا اصلا اول لما شفت المساله فهمت قصد الدكتور ان هو عايزك تشتغل بالجي بالس عشان تطلعها بالتايم تي. تمام ماشي، بس هو طبعا مش كل الناس هيجي في دماغ، مش كل الناس هتفكر بنفس الطريقه، طالما الدكتور ما قال لكم ان دي بطريقه معينه. انا قلت له كده، وقلت له موقف عامل كذا، والناس في ناس اشتغل كذا عشان حضرتك قلت لهم كذا وكذا نفس الكلام. راح قايل لي خلاص انا هشوف، يعني هو ما ادانيش اجابه معينه للموقف ده. هو يعني راح قايل لي قالوا يوم الخميس في المحاضره صح ولا ايه؟ هو الفكره بس ان الدكتور مرجان المفروض خلاص جزء خلص، فلو حد المفروض هيكلمه في الجزئيه دي هيبقى يكلمه عنده على التليفون او على جروب الدفعه او اي حاجه. بس هو بص اقول له انت شوفوا النتائج، شوفوا بس الدكتور حسبها ازاي، يعني حسب الميد ترم درجاته عامله ازاي، ولو لقيته ان الناس كلها عندها نفس المشكله ان الدكتور مثلا راح حسب يحسب المساله ازاي، عشان انا كلمته قلت له ان في ناس عملت كذا علشان كذا خلاص، وقال لي انا هشوف قلت له في الاخر ان الواي ديت كقيمه اللي هو الكوس وارقام اللي هو ايا وزير واحد اتنين بلا 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 لغايه ما اللي هو ما لا نهايه وكده. فاهم، انا حكيتها بالتايم كده. هو انا اول لما قلت له ان الناس حسبتها مثلا، انا اول لما قلت له الناس حسبتها بالطريقه دي، هو لقيته مستغرب وبيقول لي هم ليه بيشتغلوا كده، ومفروض يعني ما حدش، ما انا ما اديتلهمش التايم علشان يعتبروا بالطريقه دي ويشتغلوا بيها. فهو بس ايه، هو انا قلت، فانا قلت له الموضوع بتاع ان التايم او حاجه كنت بتشتغلهم بالديفولت باي ديفولت وكده، فراح اول لما ترجع قال لي خلاص انا هشوف. تمام، فانا ما اعرفش هو هي ما اعرفش هو وهو بيصلح بالظبط هيبقى الموقف عامل ازاي. لو لقيته ان هو مثلا جه يعني الدرجات مثلا متاثره بشكل جامد بسبب الموضوع ده، خش على جروب الدفعه كلموه، يعني خش، قصدي مش جروب الدفعه، قصدي خش على جروب الكنترول دوت وابعتوا له كلكم، قولوا له يا دكتور في مش عارف مشكله كذا، وقولوا له مشكله ثانيه يعني. تمام، طب انا لو كنت لما يجي لاقي انا كنت في الاول حلها بالبوينت وبعد كده حلتها بنفس الخطوات بنفس كل حاجه، بس مش بالبلس، بس يعني فانكشن في الدي سامبلينج تايم، فهو كده هيحسب لي على اللي الصفحه الاولانيه ولا الصفحه الاخيره، ولا برضو ما اعرفش لما تطلع الدرجات. هو بص، هو في الاخر كان عايز، ما هي برضو لما تطلع الدرجات، بس هو في الاخر كان عايز ايه، هو كان عايز واي فانكشن اوف كي، مش عايزها تطلع، يعني هو كان، هو طالب في مساله ايه، هو عايز واي فانكشن اوف كي،
اوكي. فانت دلوقتي لو اشتغلتيها بالاويلر اكسبلسيت عمرها ما تطلع نفس الاجابه بتاعه الجي بولس. ليه؟ عشان اويلر اكسبلسيت اكزاكت اصلا. انت لو جيتي فكرتي هتلاقي ان يعني حتى لو اشتغلتيها بالتيار يعني انا ممكن انا كنت حليت المساله بالطريقتين هتلاقي الفرق في فرق معين يعني في فرق معين في ان انت هنا 1 ماينس اي باور نيجاتيف 4 كي تي والثانيه 1 ماينس اي مش اي بقى عشان انت عمرك ما في الاكسبلسيت ما هيجي لك الاي هيبقى رقم تو ذا باور كي او بوينت تقريبا هيبقى رقم هيبقى رقم باور كي الرقم دوت يعني انت لو حطيتي تي سامبلينج تايم برقم معين هيطلع لك رقم لو ما حطيتوش برقم معين السامبلينج تايم محطوط برقم معين هيطلع لك الرقم دوت فانكشن اوف تي السامبلينج تايم تمام فانت لو سبتيها له كده يعني دي طريقه حل يعني طريقه حل يعني هو قايل ان في طريقه اولر اكسبلسيت وفي طريقه الجي بولس هي دي طريقه حل تمام هو انا لما عملتها اكسبلسيف بعد كده رحت عملت يعني عوضت عن كل اكس ماينس 1 بزد ماينس 1 وعملتها اللي هي اكس فانكشن في الزد وهكذا وبعد كده في الاخر قلت له ان الواي بتساوي كذا كذا حاجه في السامبلنج تايم تو ذا باور يعني رقم ماينس التي سامبلنج تايم تو ذا باور كي وهو يحط السامبلنج تايم زي ما هو عاوز انت عملتيها في الاخر رقم هو المفروض واحد هي هتبقى واحد الناتج النهائي بتاعي ان الواي هتساوي واحد ماينس كوس الكوس دوت جواه واحد ناقص التي سامبلنج تايم قفلت والتي سامبلنج تايم مضروبه في رقم وقفلت الكوس تو ذا باور كي ثانيه خليك معايا ثانيه هو انت المفروض خليك معايا ثانيه دي عندك هنا انتوا كده المساله جت عندكم الشير سكرين دي المساله هي دي طريقه البلس اللي الدكتور كان عايزها كان عايزك تجيب الجي اف جي اوف اس تسمع على الاس وتروح مطلع على عامل بارشال فراكشن زي ما انت عامل طيب. تجيب الجي بلس هتجيب الواي اوف زد نفس الكلام الطريقه دي هتطلع الواي اف كي هي دي ده الجزء الاولاني اللي الدكتور كان عايزه طيب. الجزء الثاني ان انت اكس اوف تي 1 ماينس 1 اوف تي ماينس 2 اللي هو يعني ديليد 2 يونت تايم هيبقى الاكس اوف هي الواحد مضروبه في الزد ماينس 2 فلما هتيجي تدخلها بالشكل ده هتلاقي ان دي لما تيجي تحولها هتبقى واي اوف كي ماينس 2 والاي باور كي ماينس 2 تي ماشي دي طريقه دي كده المساله الحل بتاع السؤال لما يكون انت حللها بالبولس انت لو هتشتغلي بالاولر اكسبلسيت بقى او الاكسبلسيت ميثود هتبقى عندك ايه هتشتغلي هتحوليها الواي بالشكل دي لما تيجي هنا تحت هيطلع لك بالشكل ده صح ايوه هي طلعت لي كده بس الواحد الاولاني دوت ما كانش مضروب ثواني هي في ايوه هي طلع لي كده اللي هي 1 ماينس 4 تي التي ديت تعمل تايم تو ذا باور كي دي هتطلع كده صح عادي هي دي كده المفروض الحل بتاع الاكسبلسيت ولما تيجي تدخلي الاكس ب 1 تي ماينس 2 هتعملي نفس اللي عملتيه فوق برده وهتروح مضروبه بالشكل ده كده المفروض الاجابه الاخيره بتاعه تبقى بالشكل ماشي يعني انا هو الجزء الاولاني دوت في الصفحه الاخيره يعني. اللي انا كاتباها له ان هو في الصفحه الحل في الصفحه الاخيره فعادي هو كده ممكن يعتبر لي الهي ديت صح عادي هو ماشي هي الفكره فين تمام ماشي يعني هو ده حل المفروض ده حل صح يعني المفروض ده حلها صح يعني ده المفروض حلها صح علشان انت يعني انت الاختلاف الوحيد اصلا لو جيتي بصيتي ما بين الحل ده لو جيتي بصيتي ما بين الحل ده او خلينا نبص على الحل ده لو جيتي بصيتي ما بين الحل ده والحل بتاع ال y of k هنا هي الاختلاف الوحيد هو ال e power نيجاتيف وهنا هتبقى 1 minus 4 k power k الاختلاف ده هو الاختلاف بتاع ال التقريب ان انت ده مش اكزاكت سوليوشن وده الثاني هو الاكزاكت هو ده اختلاف في التقريب يعني انت عندك هنا ثانيه واحده خليتني معايا برضه ثانيه
ده كده انا اخدت ال خدتها على الاكسل التو ايكويشنز ورسمتهم. فهو الحل تقريبا قريب منه جدا او هو هو يعني تقريبا هو هو نفس الاول. هو فرق بس ايه ان ده هيوصل للاستابيليتي اسرع من دوت عشان ده مش اكزاكت. يعني هو الفكره فين بقى؟ هو عادي ان دوت صح ويحسبها عادي صح صح ولا ايه؟ يعني هي دي برضو هتبقى هيبصي هو المفروض الحل كده صح. هي دي بقى تبقى حسب تقديره هو المفروض برضو يحسبها صح. يعني هي دي المفروض تحسب صح. هو ما قاليش هو يعني هو كان هو اللي حاطط في دماغه ان هي الناس كلها تحلها بالبولس. اه انت فاهم انا بكلمك ايه؟ أيوة. انا بكلمك ان اللي هو حاطه في دماغه الناس كلها تحلها بالبولس عشان انت حتى لو يعني انت ايه ليه الواحد يخش في جزء التي يعني ليه تخش في الحته بتاعت التي وانت اصلا يعني انت لو جيتي بصيتي على الحل بتاع البولس هيبقى اسهل. هو كان فاكر ان الناس كلها بتلعب البولس. هو لو لما يجي يلاقي ان الناس كلها بقى حلت بطريقه تانية دي بقى على حسب تقديره ما اعرفش هيعملها ازاي. يعني هي يعني هو انت دلوقتي واحد ما اعرفش هو هي هيصححها صح ولا غلط بالظبط. هو الاجابه يعني هو لو طول ما هو ما قالكيش اوبتين بولس ترانسفير فانكشن او اوبتين البولس حاجه معينه المفروض ان انا احل باي طريقه بس هو هو كان نفسه قال ان هي تتحل بطريقتين. أوه. يعني هو قالها هو ما عرفش معين. نعم هو لو كان قال انها تتحل بالبلس احنا كنا نحلها عادي بالبلس لكن هو ما قالش طريقه معينه الموضوع مش في اي حاجه. فعشان كده بقول لك انا هو بس عشان فكره ان هو حاطط في دماغه ان الموديل انسر قدامه بالبلس فانا ما اعرفش هيتصرف ازاي بقى في وهو بيحل. بس الحل نفسه لو انت وصلت للحل الاخير اللي انا كاتبه ده ده الحل الصح بتاع الايكويشن. يعني انا في الصفحه الاخيره لما كتبت له ان الاجابه في الصفحه الاخيره الايكويشن دي موجوده اللي هي 1 ماينس 1 في ناقص 4 تي تساوي كي دي موجوده الشيب ده موجود. تمام ماشي ما زي ما قلت لك هو بس عشان هتلاقي الموديل انسر حاطه بالبولس فدي هتبقى تقديري بقى. هو يعني ممكن يحسبها صح وممكن مثلا يعني ما ينقصش الدرجه كلها ينقص مثلا حبه قليلين الله اعلم هو يحسبها ازاي يعني. تمام تمام باشمهندس عفوا.